viaggia per detto con colore lungo mai poi ho detto vi vi Aisha Siddiqiyya radiyallahu ta'ala anha وايت بالنبي عليه السلام زاد رجل الاول بيسال الكتاب بيجلس له في زاد القران تقول هذا ارز بيخدير سر قومه سيس لو النبي عليه السلام مبارك ولا الجنة البقيع بجنة البقيع كي النبي عليه السلام مبارك تخركم تقريبا عزيز الصحابه الكرام ابو زياده وك عائشه صدقية وهي رضي الله عنها وإذا فدروازك وتولى على مخرم الجنة البقيع هكلا تشي الله بارك في طول السبوكي تشي ده پیغمبر علیه السلام مبارك بعد السلام درو بوئي سي نچوتي مخه مجنة البقيع دي ناس ده پیغمبر علیه السلام داوي چراوا ده مخه مجنة البقيع عائشة صدقية وهي وإذا دروازه كي ولا انا پیغمبر علیه السلام مبارك را روان چرا روان دي لو خير چي پیغمبر علیه السلام مبارك کمرې ته راي مجري ته راي عائشة صدقية قلت ولا رد ده پیغمبر علیه السلام مبارك لا سپتیری پر جل مبارک پر عمار مبارک ده ول سب پشتنه چلو تو ول عیشی خیر خو بینی ول یا رسول الله پر تا باران ور یدی نو تو ول ده نو ده کپڑے نظر مبارک نہ چہرہ مبارک نہ عمامہ و پگڑی مبارک دا و نہ عائشہ سے دیکھا دروازے کی طرف کتل ول نے روم فرمائی و پیغمبر علیہ السلام دا عائشه صدیقیه څه پوښتنه وکړه ول ستا چیش په سر دی ستا چیش پر سر دی دی ورته ویل رسول الله باندې د خپل چادر د خپل پړوکې پر ځای ستا پړوچ دی هغه په سر کړی دی پیغمبر علیه السلام وفرمایل نو بس د هغه وجه ده چې الله پاک د زما د چادر د پټو